وبدأ العد التنازلي لحفلة العريس بتاعنا الأستاذ آدم باشا اللي بيتوب على طول. بص عايز ينام. لا يا حبيبي اصحالنا كده الكام يوم دول. يلا يا أستاذ. ده بص للكاميرا ازاي. بص ولا ولا ادي الدوم اعمل لهم لايك يا الدوم ادي دودو ادي مش عارف يسجل. هو انتوا حيرتوه يا جماعة رحتوا فين ولا جيتم ولا ادي اندهيله يا قاتل عشان مش سامعني. ادي لا عايزين اندهيله مش عارف اندهيله على الايتن وكلها اندهيله ادي هما ادي ولا ميسي. طب قولي العيلة دي عاملة عليها حفلة النهاردة ليه؟ عاملين حفلة بصي والله انتوا بس ابنك من بصي اهو ابعد اهو بصي بصي ولا ادي ولا أداب ولا أداب عسل الناس. ايه يا ابن انجل امسكي بقى كده عشان اقول لحبايبنا حاجة. طبعا يا جماعة 2022 بتودع خلاص. احنا دلوقتي في اواخر السنة وكل سنة وانتم طيبين كلكم جميعا وان شاء الله سنة سعيدة علينا. ان شاء الله اللي ما حققش حاجة في 2022 يحققها في 2023 واللي ما اتجوزش يتجوز وكل واحد يتمنى اي واللي اتجوز وعايز يتجوز تاني عادي يتجوز ما يتجوزش عشان خاطر الحرام طالما اللي معاك شايلاك. كنت مستنيين نقول حاجة تانية. لا طبعا الحمد لله نشكر ربنا ونحمد فضله. 22 كانت سنة سعيدة علينا ونتمنى ان 23 تبقى برضو سنة سعيدة علينا. احلى سنة عشان قدوها وفيها طبعا ادم. وطبعا ربنا يخلي ولادنا جميعا ونقول لكم كلكم بنهاية السنة الجديدة تشجيع من نار 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 تشجيع من نار. عايزين نغير الشعر يا عمي عشان ادم زعلان من الشعر ده. لا ادم مش زعلان. كلكم كنتوا مستنيين حفلة الباشمهندس ادم وتأخرنا عليكم شوية معلش اعذرونا. كنا برضه مستنيين ان ادم يشد حيله شوية صحيا. هنطلع بقى انا والرجالة بتاعتي كلها ايه والفريق ونشمر كده ونملى جيوبنا. وطبعا عزمنا كل حبايبنا والمفاجآت هتعرفوها لما الحفلة هتنزل ان شاء الله. نبدأ بقى نجهز للولايم. نطلع بقى ايه على محلات الفراخ بقى ومحلات اللحوم. بصوا كل اللي احنا عايزينه النهاردة هنعيش كل يوم كله معانا النهاردة. صح يا تونة؟ خد بس بعد اذنك. لا ما سمعتش وربنا استنى. صح يا ايتن؟ لا الناس هتزعل مني. لا قولي صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. لا ما سمعت. صح ولا مش صح؟ قول لهم تشجيع من النار. يلا استنى تشجيع من النار تشجيع من النار. يلا بصي يا انجي قربي كده كلهم بيقولوا شكل الدكتور يحيى. قال شكلي يا ماما. بصوا 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 لا بصوا شكلي بصوا شكلي بقى شكل الدكتور يحيى تبقى حكايه. شكلي ولا مش شكلي؟ يا رب يخطب تبقى دكتورة. الواد ده شكلي ولا مش شكلي؟ يطلع مصور ايه الواد ده شكلي ولا مش شكلي؟ كله بيقول شكل الدكتور يحيى اكيد اهو. ولا دكتور ابوته. هاتي انجي عمو هيبقى دكتور اسنان وهو هيبقى دكتور ايه. طيب يلا دلوقتي هنطلع السوبر ماركت ولا على محل الفراخ؟ لا هنروح اول حاجه الفراخ عشان نلحق لسه عشان من اول بدايه اليوم. تمام يلا يا كرام. يلا يا بيه. يلا كلنا بس يلا بيه. هات لنا بطانيه قدومه. يلا عشان الجو برده هو شويه. اه لا هاتيه اهو. الجو بدا يسقع سيك يزبيا قوم ساعه عليك يا توتو. يلا وانت مش هتعملي اي حاجه في المهمه دي؟ لا لا اما اشوفك وتشكي قوي كده بس. ما انا بقول لك صاحي. طب ما انا بقول لك يا محمود لما تيجي نخرج انا وانت ونسيبهم هم هنا. نسيبهم هنا؟ اه يبقى افضل والله عشان صح؟ الهوا. عشان الهوا ماشي. اه صح كده. ايه فيه صح؟ خلي بالك بقى من اخواتك يا انش. اروى على الكنبه. يلا اقعدوا هم هيراجعوا عشان عندهم درس. هتيجي معانا ولا تكلميكي؟ اجي معاك على الكنبه. صح على الكنبه. والنبي قولها لي قولها لي قولها لي اجيب الطلبات. انجي قولها لي خلي من اخواتك ماشي؟ يلا بينا. بص يا محمود يا حاجه. يلا بس انا عينيه عينيه والهوا. يلا يا حاجه ما انت مدرياها اهو اهم حاجه انك فتيه بس. لا ما لفتها والله. العربيه دي هتقضي؟ اكيد يعني مش هتقضي العربيه دي. حبيبي السلام عليكم. العربية مش هتقضي يا بنتي. اجيب واحدة كبيرة؟ انا مش عايزة هغوط معاك قوي انت حر. لا روحي على طلبات الشيف اللي عايزها. غوطها جيبي يا اما تجيبش حاجة تلزمني صح؟ اه هي اتكل على الله. ماشي اوكي. خشي الأول على الرز هنا. هو اكيد الرز البسمتي مش هيبقى هنا هيبقى هنا. انا عايز الرزاية اللي هي رفيعة البسمتي الطويلة. الاقيها فين؟ هو حد من هنا. هنا؟ هنا؟ اه انت هنا فين الدور الباقي على ايه بقى؟ هجيب رز بلدي. انت قلت الرز البلدي فين؟ هناك عنده يعني ده؟ خلاص احنا خارجين. دي اخر حاجة؟ هو انتوا مفلسين النهارده ليه كده؟ انتوا لا هو في حاجة غلط.
هو كل مش عايزين نكمل من بره. طب ماشي، ما احنا اتنين، احنا اتنين عملاء. كل واحد كيلو، كل واحد كيلو ولا ايه؟ ماشي. انا حاسه ان ده مش هيكفي. ما جبناش حاجه اصلا لسه. بيقول لك احنا تبع المبادره. ايوه كده فاضل ايه؟ القانون حلو. مش عارف كده انت عملت ايه؟ انا مش عارف احنا عملنا ايه كده صحيح. والبسماتي ده متاكده منه ولا ايه؟ هو اكيد حلو. لا حلو، رزاي حلو على فكره. شوفي تمنه كده، رزاي بجيبها جميله قوي كده. نشوف بس تمنها كام. رزاي عامله كده دلوقتي، هي رزاي ممكن تعملها تمام. هندي؟ رزاي حلو. رزاي رفيعه طويله. ب 60 صح؟ تمام. هي كيلو ولا قد ايه؟ كيلو؟ لا هي مفيش. هي دي اللي قالت لي على ال، بس هي ما بتطلعش في التصوير. قالت لك اللي قالت لي على البيكنج باودر. بس على فكره هي فعلا كلامها صح. بس احنا بقى لو انت شفت الفيديو احنا كنا مختلفين. هو حلو تقصدي اللي حلو ولا اللي هو باللحمه المفرومه؟ يعني تعمل الاثنين عادي؟ هو انا برضو فعلا كوسه بس. لا كل حاجه جميله بصراحة. لا عملناها في المحشي. لا هي قصدها كانت عايزه تعمل كوسه مشويه. بشاميل يعني مثلا؟ كوسه بشاميل ولا كوسه مشويه؟ الاستاذه عندها ما اكلتش ليه؟ ما قلتش ليه انت على فكره؟ هو واخدها على انه هيعملها زي الباذنجان بتخلوا. عملتها محشي. عملتها. خدي كوسه تاني. تعمليها محشي. ايه فضي لي التقفيصه دي كلها. والله العظيم هفضيها. كله فضي كله؟ لا مش كله. انت بتقول لي كله، خليك ركز في كلامك. لا انت قلت لي كله، خدها من الاول للاخر. شوفي كده يطلعوا كام واحده دول في النص دول؟ حوالي 17 15. انت ورزق. ماشي انت تفتح القفصه وتاخدهم بهم ورزقهم كده كلهم على بعض. هم شكلهم الله اكبر حلو. مش عامل مبادره كمان؟ كل ما اروح انت يقول لك عامل مبادره. اعملي انت كمان مبادره وقلل البحث. اقلله؟ ما قللوش ليه؟ عادي. وايه يعني؟ احنا داخلين على ايام صعبه فلازم نقدر ونعمل مبادره في البيت برضه نقلل كل حاجه. ايوه لازم الاكل يبقى كتير يعني. لا صح، مش انت بتقولي لسه مش هتعملي مبادره؟ قللي واعملي مبادره. المبادره بتاعتنا كده روحنا بتاع لحمه؟ يلا على ما نظبطهم نخلص بتاع اللحمه. اوكي. انضف بتاع لحمه فيك يا مصر. الله يبارك على الفرش. منور التاني. لحمه تريبيان فوق. يا سيدي. حاجه فول اوبشن يعني، حاجه بلدي محترمه. الله يبارك لك على الفرش. بس على كده. عايزينك بقى تظبط لنا بقى بتاعت الليله بتاعتنا بقى اللحمه المحمومه زي ما بتعملها للشيف كده على طول، لان هو طلبها ما حدش يعملها الا بيه. جهزت كل حاجه. 100 100. تسلم ايدك. تسبيف؟ يا سيدي يا سيدي على التسبيف اللي عايز حل محشي بيتحط في قلبه ده. تسلم ايدك. هظبط انا بقى مع بتاع الفراخ على طول. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. تسلم ايدك. هتعرفي تشيلي دي كده بقى ولا هنعمل؟ لا هنزل شنطه شنطه. بص هحط كده. طب ما تعالي تصوريني اشيل الارغوان انا مره واحده. لا بس استنى شيله بس هقوله. شيل خدي يا ارو هو حاجه تقع. شيلوا الشنط كلها. يلا تقول. انا هدخل واحده واحده. يا بنتي كنت شيلي انا. استنى بس انت عايز تشيلها يعني؟ لا بدل ما تتعبي. لا انا هشيل احط ده كله فيها كده واشيلها في راسي. يلا عشان نروح للاستاذه نيره عشان عايزاني. عايزك انت مش عايزاني انا. قلت لها هجيب لك فستان. ما تيرين 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 مش شوية. ايوه مش خالها. طبعا والخال والد طبعا. ربنا يديهم ويفرحهم على طول. ايه يا تونه مش هتشيلي شنطه معاكي؟ هتمشي فاضيه؟ مش هتشيلي حاجه؟ انت نايمه مسكسكه كده ليه؟ هتقدري؟ لا 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 مش هتقدري. تقيله. سيب دي. طب سيبيها انا اخش بيها وادي الباقي. ماشي يلا. يلا. يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل الحال يا رب. يا الذكرى. اتشقيت ولا كله تمام؟ كله تمام؟ اه انا من الواد الكلبوس ده اللي عمال يزمزق ما بيستوتش. الواد ده عمل شقاوه؟ ده اكتر واحد عمل شقاوه. ما تقدرش نرد عشان السقع. يا عيب قلت لك سيبها انا اشيلها. لا انا عايزه تعمل بيتي اعمل لها عضلات. الله ينور. 100 100. الخطوه اللي بعديها بقى. طب خدي الواد وسيبي لي انجي تصور وانا هشيل لك انا واحط لك في الفاضي الفراخ. قادر ما وحشكيش؟ ولا تنقعها في الأرولة دي؟ ايوه ايوه استنى بس انا بصبح على الدودو. الدودو؟ على الدودو؟ ليه هو الدودو شوية تطلع على الدودو؟ ايوه. طب يلا يلا عشان نروح نغيرة. يلا. الله ينور يا كبير. أحلى حاجة إن هي فقدناها إيه؟ يوم كامل في قلب المية كده بالملح في الخلف. لا هي مش هتقعد يوم كامل يعتبر. يلا. كده قدامك حاجة تاني ولا خلاص؟ لا أنا خلاص أهو بنقع بس. عشان خاطر بس المدرس معاده إيه؟ لا خلاص أنا هحط بقى الملح والليمون والخل دوت وإيه ونسيبها مع نفسها كده كده الجو ساقعة. ليمون وخل وايه تاني؟ هتسيبها كده؟ لا ده هي تتنقع ونوديها لغايه الاكل اليوم بالليل.
يا محمود يبدأ عشان يبدأ يكربلها. ماشي انا بقول لك انا هسيبها كده لوقت كبير على ما نرجع نخلص بقى طلباتنا. بحسب لحد ما لا اهي خلاص تمام. والمعلمين دول ايه يا عم بيزن لسه؟ لف بيه لفه كمان تاخد نص جنيه يا ابني. بس مش عارفين نشتغل، مش يعمل الاكل بتاع الحفله بتاعتك. انت عيل نكلمك وانام اصلا. اه يلا يا اساتذه، يلا يا اساتذه عشان الدرس. سلمي الواد امك يلا يلا عشان معاد المستر جه قبل انت وهي. يلا يلا ايتي انت هتيجي معانا ولا تقعدي تتفرجي على الشاشه؟ هتيجي معانا ولا تقعدي؟ ماشي. هتيجي معايا؟ ماشي يلا. هلا ادم ولا ادم ولا ادم. بص على ابوك، بص على ابوك، ما تلفيش انت عشان نشوفه بينتبه ولا لا. ولا ادم بص بص معانا ازاي؟ يا كميل انت كميل. يلا انا هدور العربيه على ما تخرجوش. طب استنى يلا يا عاق. نعم هلبس لسه. وانت هتيجي معانا؟ اه طيب هتيجي معانا يا ايتين؟ اه ماشي يلا 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 يلا. او عايز ينام اهو متهوي. نام والنبي نام، والنبي نام وريح. ده لسه صاحي دلوقتي. والنبي نام وريحنا يا ولا كلبوسه. الا عافي عافي. ما تضحكليش غير مره واحده في الدنيا. انا ما بضحكليش خالص. لا والله ضحكني مره ولا اتى ولا هو اصلا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقولها. يلا ربنا ما يكبر يفهم. صح يا ايتين؟ انت فاهم حاجه؟ مش هو هيفهم لما يكبر؟ ماشي اي حاجه. يلا بينا. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب. استنى يا بيه، استنى يا بيه، مش هتفتح لك لوحدها. يلا يا بيه اتفضل اتفضل يا بيه. بسم الله اتفضلنا. نسوا اللحمه الثانيه. هات الشنطه دي يا اكر، اجمد. اوعى اوعى ما تقدرش تشيلها. شاطر. يا اله الا الله. انتوا نسيتوا دي؟ نسيتوها؟ اكيد انت اللي نسيتيها يا ارو. انا مالي انا ما هو انا اللي هشيل كل حاجه. في حاجه هنا كان مشتمل. في ايه؟ في حاجه تاني؟ اه في ايه؟ لا ده بتاع الرجول بتاعت الكلبه. هتهيص النهارده رجوله. يلا توكلنا على الله. ايه العرب بتاعك بدا يا عريس؟ انا بقول له انت العريس المنتظر. لا مش انا، لا مش هنطلع على انت. تصور انت واشيل انا؟ لا ايه؟ تصور انت واشيل انا؟ الفرح ده بتاع العريس الصغنون. يلا عشان نور على نار. لا لا سيب دي. لا دي مش تبعنا دي. خد لو عايز تشيل. تصدق الدنيا يا جميل؟ ايه الحلاوه؟ عامل شغل جامد. النور حلو؟ والرياكشن اللي ورايا؟ لا وريهم. يلا تعالى بقى شوف عامل ازاي. هو مال عدوك يا جماعه؟ لا انا بقول له انت العريس الليله بتاع العريس. لا لا لسه لسه شويه. الليله ليله ادم مش هنقطع. ما بتصدقوا ما بتصدقوا انتوا تلاقوا كوره. هي الكوره اللي انت عاملاها ده كله بيجي. طب الجو ساقع تلعبوا في الساقع؟ امك بتعمل سمك النهارده وبص يعني. بتعمل سمك ايه؟ مكرونه. مكرونه احلى حاجه. سويسي. سويسي احلى تحيه للسويس. 100 100. هما ليه سموها سويسي؟ عشان من السويس. عشان من السويس. لا وايه اللي سموها سويسي ليه؟ بورسعيد اللي مشهوره بالسمك مش السويس. لا المكرونه دي من السويس. الحمد لله. جايبين شويه حاجات بقى. ايه والله عايز اقرأ على مصر. طب ما تقول يا كل ما تقول. حد عايشك؟ نيرة عندها فضول. اه يا حاجه مع اني كلام فاكر. يا حاجه محمد جاي مبضع. ايه ده؟ بسم الله وعليكم السلام. اللهم صل على النبي. بصوا بقى انا هقول لكم على حاجه. احنا جايبين زمزميات دي للناس اللي هي المهمه اللي هينقط جامد. اسمعي مني بس عشان الاسبوع ده هيمشي بايه بنظام. اللي هينقط كتير هنديك من المميزه. لا لا يا عم الناس كلها معزه واحده يا محمد. انت الناس كتير. ده في ناس كتير جايه مهمه. بص 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 على قد ما هتنقط على قد ما هديك. هتنقط بزياده هديك اتنين. تمر الحاجه طيب عشان تشوف جبنا حاجه ناقصه ولا لا. بص يا حاجه ما شاء الله ما شاء الله. يلا ما شاء الله تعيش وتجيب له. هو ايه ده بقى؟ ده بتاع اللي مش هينقط. اللي جاي ياخد سبوعه ويمشي. لا ده بتاعي. اللي ده بتاع اللي جاي ياخد ايه؟ ياخد سبوعه ويمشي. اللي بتاعنا انا وانت يا حاجه هنقسمه. لا لوحدي هنقسمه والله. مفيش ايه القرفيس احنا هنضحك عليكم بيها. اللي موافق يقول ايه؟ يحيى بيقول لك هو في ايه؟ الحمص ده بقى جاي مخصوص ليا انا بقى. ده ليا والله. فستان. ايوه بقى وريني بقى. ايوه بقى. يلا بقى. لو ما جاش بقاتك تعذريني بس هروح لغيره. يلا نروح لها. ناكل عيش ونفوت ونروح لمكه. كلام عليهم وعسليه كلام.
بقى ايه اليوم الحفله عشان خاطر احنا بنموت في الهيصه ويستي بيقني طب انت ما شافتش حاجه اهو مش عماله الله وتعبه مش حبايبي اسبوع يا عم الله اكبر شاف ال 29 مره قبل كده انت لك على فكره انت لخمت الدنيا وامك ما شافتش حاجه شوفي حاجه ناقصه كده ما شاء الله ما شاء الله جايب بالصلاه على النبي بصي شوكولاته وملبس و تعرفوا قلب يا خالد ايوه ده الاستاذ ربنا يخليه الاستاذ ادم يبقى طبعا في شنط هنا بس ديت ايه يعني فيها حاجات الشوكولاته ما اسموش الاستاذ ادم ولا النيره عشان النيره انا عارف هي واقفه ايه بس الحاجه دي جنبي كده بس ما تجيبوش البابا واقفين مستنيني يعني عايزه اشوف بص بقى عشان الحته بتاعت النيره دي كده ايه الفضوله هي كلها وتقول رايها بجد كله يقول هي مره واحده لا لا نسمع زهرتها من صح لا زهرتي في الحفل لا عجبها زهرتها هو مستنفر لو عجبها بزهرتي صح على فكره ده ذوق ذوقك اه انا بقى غمضي عينك غمضي عينك وانا عشان احنا جبنا الماسه صح ماسه ما ينفعش ما نجيبش النيره يلا بسم الله نقول بسم الله اللهم صل على الله اكبر انت هتقطع عليا في الفرح يا سحر لا مش بتاعي ما انا يارا هتقطع عليا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اوبا لا استني بقى نديله تشجيع من نار 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 مش سامع تشجيع من نار تشجيع من نار عايز دي بقى جايبينها لون السيلفر ما شاء الله عليك ذوقك عالي بس عندي بندانة بيضاء مبدئيا ده مش سيلفر ده جري ايه جري يعني ايه مش مهم مشوها مشوها اللي بعده اللي بعده عد الحاجات شايف لا ده استني اسود لا اللي بعده ده بتاع سحر بقى بص يبقى ده بتاع السحر هي اللي بتحب الاتنين هو ايه ليلى ليلى يلا يا عفروتو انا بحب الاسمر الباقي بقى خليه مفاجاه بقى عشان الفيديو هيطول كده خلاص تربت تت تو هنشوف تربت تت تت تو تتو تتو ده كله بوت الناس فيه يابا احنا عايزين نتفرج هو انا ماليش باي حاجه خالص انا هفضل اسال بقى يا سيدي احنا لسه ما عملناش حاجه لنفسنا خالص انا جبت حاجه ليا لا والله العظيم والله ما جبت ليا يا ولا هو ولا اكرم لسه خلاص انت عامل ايه يا باشا هو انا فاضل ادعي لعيد ميلاد احنا روقنا عليهم نستنى بقى احنا يا ابني لو على نفسنا ما شاء الله الحق بيقول لك احنا لسه جايبين له عيد ميلاده بيقول لك فاضل قد ايه على عيد ميلاده مش جاي على عيد ميلاده عدى على فكره وانت طنشتني وانا عيد ميلادي عدى على فكره ايه ده انت ما عملتش عيد ميلاد صحيح ما انا عامله انا كنت مسافر ما انا كنت مسافر حظك بقى هعوضها لك على فكره انا عيد ميلادي جه وانت ما طنشتنيش بس استنى على فكره في حاجه لازم نشوف ميار عليك بقى لبسي بقى هيشوفوه بقى في الحفله هشوفوه الحفله هيبقى حاجه كده ايه المهم عشان شايف محمود كده مستعجل وشكله بيصور من صباحيه ربنا فكده يا جماعه الفيديو بتاعنا خلص استنى من جوه حلو ولا غيروا لك عاجبك ماشي وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص ونشوفكم على خير ومع السلامه مع الزغروطه فين يا ماما لا عجبك ولا ما عجبكش حلو زغروطه وربنا ما هيقلنا وربنا ما هيقلنا زي ما احنا سكر